جولة في صنعاء القديمة، تعالوا نرى أسرار هذا التراث اليمني العريق. بكم القصعة؟ 200. الصغيرة ولا الكبيرة؟ هذه 200، هذه 100. أهلا بكم مشاهدينا، نحن الآن في من وسط الزحام، نرى هناك تجمع كثير من الناس، لكن لا أدري ماذا يوجد وماذا هناك. تعال نشوف. السلام عليكم. إيش هذا الأسبوع الآن؟ وإيش؟ إيش دبيب معصور وشعير؟ تعملوا كل واحد لحاله؟ طيب كي يجيب لي شوية شعير وشوية. ما في شعير عندنا زبيب؟ جيب لي زبيب. بكم هم؟ مالك يا اسكندر؟ لذيذ مشاهدينا الكرام. بكم الكاسة؟ هذا الكاسة ب50، لكن لا أبدا. أبى إلا أن أخذه بالمجان مشاهدينا الكرام. مخلوط من الزبيب، ليس لا يوجد لديه شعير اليوم، ولكن طعمه لذيذ جدا، أتمنى أن تجربوه. في هذا السوق يجتمع الجديد مع القديم. بيوت تقليدية وسوق يخبرنا عن الكثير. لم نتخلص منها بعد مشاهدينا الكرام، الألعاب النارية. قل لي ماني يمكن خرجت خارج السوق ما شفتش ألعاب نارية، أنتم عندكم الألعاب النارية عادي؟ عادي تبيعوها الناس عادي؟ ولما مثلا تصدر قرارات بالحكومة أنها تمنع هذه الأشياء؟ تمنع أول ما بمنع الاستيراد والتصدير، بعدها تمنع من هنا. تمنعوه؟ أيوه من الاستيراد والتصدير. كلام جديد مشاهدينا الكرام، يمنعوه أولا من الاستيراد والتصدير ثم يمنعوه داخل البلد. كلام معقول. متى بيستخدموه؟ وفي أي مناسبات أكثر شيء؟ في العرس. موازم في العرس والأعياد. يعني ما بتحصلوش بيمسكوكم، ما بيقول لكم لا؟ لا ما الأدوار 24 ساعة. لدينا هنا أحد الأشخاص جاء ليشتري أشياء لعرس زوجة ابنه، فلنشاهد ماذا يشتري. قل لي ليش تفضل هذه مثلا الاسواق الشعبيه على الاسواق الموجوده في الخارج؟ لان هذه الاسواق يعني اسواق شعبيه وفيها يعني من نوع ما تعامل مع المواطن، اشياء التي تحتاجها توجدها عندهم، ما توجدها شيء في اشياء او في الجمله، فالجمله ما توجدها شيء. انت تشي تاخذها وهذا يعني هذا يتناسب مع الفستان حق الفرح. الفستان حق الفرح. هذا الفستان الاصفر. ومتى بتزوج ابنكم يا حق؟ زوجي ان شاء الله في عيد رمضان. ان شاء الله. وبتشتري له من الان وفي عيد رمضان؟ على اساس انه في رمضان يكون زحمه، ما عاد تشتري. ما عاد تشتري. ايوه. وتاخذ كل ادوات العروس من هنا؟ ايوه من هنا. كامل من صنعاء القديمه. من صنعاء القديمه. وليش ما تطرقوش الخارج يعني مثلا الاسواق الموضات الموجوده هذه الايام؟ الموضات موجوده في هنا، باي موضات تشتريها موجوده في هنا. موجوده في صنعاء القديمه؟ لا صنعاء القديمه يعني لب الاسواق هي. لب الاسواق هي. لب الاسواق. طيب انت الاسواق قد مرت باسواق اخرى غير هذا السوق؟ سوق ايش مثلا انت؟ سوق اسمه هذا المذبح، هذا سوق ذهبان، الحصباء، شعوب، كلها. لا الاسواق اللي موجوده هنا في صنعاء القديمه، يعني مثلا انت اخذت الان حذاء، المرحله الثانيه ايش بتاخذ مثلا للعروس؟ سوق المرحله الثانيه يعني بناخذ اسمه هنا الجلابيب مع البراقيع مع قد اخذتوه هنا. طيب شكرا لك.
لكم في المحل هنا 60 سنة 60 سنة ولما فتحتوا الآن؟ من يوم ما في يعني واصلت العمل حكي واصلت عمري قدام الثورة بحوالي 15 سنة ما شاء الله 15 سنة من عهد الإمام يحيى ما شاء الله. أيوة قبل الثورة ب15 سنة أيوة عمري حوالي فيه يمكن 8 سنين أنا مزول في المهر هذا في العمل هذا. من عمرك 8 سنين؟ أنا عمري من 8 سنين وتربيت وترعرعت ومكانك لحد الآن في نفس المهر هذا وعشتنا في نفس صنعاء القديمة هذا تعتبر. أيوة ليش ما إلا في صنعاء القديمة ليش ما تخرجوش مثلا الأسواق الخارج؟ والله يا بنت الحلال عندنا هذا الحين بس الجهال عادهم كبروا ولا الجهال كانوا صغار وكانت أنا وحيد أسرة ما كنت أنا لا الحالي مع أبي كنا واحد 2 أنفار واحد توفى وأنا بقيت طيب الأولاد إن شاء الله يعني خلفنا أولاد عاد بدعوا في الحياة ذا الحين ما شاء الله بعد الثورة بدعوا واصلوا العمل سمعت ولا لا الحين إن شاء الله قد في عندهم محل في شارع تعز وبيسافروا برا الحين بيصيروا دبي بيصيروا الصين يعني هذا المحل الرئيسي هذا المركز الرئيسي يعني المركز الرئيسي أيوه بتحصلون دخل أكثر الدخل الأكثر بالنسبة للمحل هل هو في صنعاء القديمة ولا في الأسواق اللي موجودة على مستوى صنعاء اليمن لا صنعاء القديمة ذا الحين محبوبة عند الناس القبيلي من يجي من الريف يشتري صنعاء القديمة ما يشتريش برا بس الحياة خارج أب أكثر من ذا الحين من داخل الحياة استمرت الحين خارج أبقى من صنعاء القديمة أيوه. بس القبيلي في الريف في خارج صنعاء هذا يعني زمان يعني برا صنعاء ما يشتري له من صنعاء القديمة يعني أنتم الآن في هذه المحلات ما تستهدفون الأشخاص اللي جايين من الريف لا مش من الريف من كل بقعة من الريف من غير الريف بس يعني عندهم عقيدة ذا الحين على أن صنعاء القديمة هذه هي اللي ما تقولي الأساسي يعني الأساس اللي أي حاجة تعظم يلقوا في صنعاء أي حاجة معدومة ما يلقوا الله في صنعاء أي حاجة مطلوبة في صنعاء تلقى فيها لأن إيش فيها المسكين إيش فيها الضعيف إيش فيها الغني إيش فيها القوي إيش الذي يدخل من البلاد ما بيش مع أي حاجة يستطيع إيش في صنعاء القديمة ما شاء الله وأنت سكنك ساكن هنا؟ ها؟ السكن السكن ده أنا ساكن في صنعاء في صنعاء القديمة في صنعاء القديمة ما شاء الله متى بتبدأ دوامك يا حاج؟ يبدأ الدوام أنا أبدوم من الساعة 6 الصباح أيوة من 5:30 ما شاء الله يعني أقدم لاظه وظهر أصير أصلي وأرجع أرقد العصر من عصر بعد العصر لا مغرب ومغرب يعني خلاص يعني نسير البيت خلاص دولة الأولاد ما شاء الله الأولاد يرقدوا لا تس لا عش يعني لا بيتابعوا يعني بتداول ما بينك وبين الأولاد بتداول أنا والأولاد لأن عاد أنا أقوم أفتح لهم أول دي أنا المحل الأول وذي المحل الثاني وذي المحل الثالث أبو العربي 4 محلات سمعت ولا ما شاء الله نزاول معهم نتكافئ معهم حتى يعني لما يعني كبروا خلاص يفهموا بالمهرة زي ما يقولوا قد مفهمين المهرة قد مفهمين ذا إنه معاش عليها وتحب على المهرة هذا فهموا أما إيش تلعب اللي يفعلوا الباقي طيب مشاهدينا الكرام نحن الآن داخلون على سوق الحبوب نرى هنا البهارات وهنا الحبوب أيضا السلام عليكم هذا يسمى سوق الحب ايش موجود فيه بالضبط في جميع الحبوب البلدي كامل من ذره من رومي من جديد هذا البرقوق هذا يفعلوا في رمضان للعصير ايوه يفطروا به هذا للاملاح للحموض الله هذا قبل العشاء قبل كل شيء طيب هذا شعير قهوه شعير قهوه هذا قهوه للكلى تمام شعير هذه ذره للحوح شفتي الذره هذه إذا كان مطحونة وهذا أيوه هذا الرومي لا أعرف مطحون أيوه هذا دقيق هذا بر بابوري أيوه بر مطحون أيوه هذا أشياء هذا الرومي هذا مطحون ذرة حمراء الذرة حمراء المطحونة هذه هذا ججوج هريش الشربة هذا. أيوه ذرة صفراء حق اللحوة ذرة طيبة دخ طيب كيف انتم اسعاركم نفس الاسعار الموجوده خارج الاسعار منافسه احلى هذا ارخص يعني مش احلى ارخص ولا ارخص واحسن ومنافس استاذ فارس ايش الموجود لديكم الان هنا لدينا جميع انواع البهارات اي الكمون الفلفل الحلبه الزر الهيل الحبه السوداء الثوم البلدي البسباس القرفه الزنجبيل القشر طيب عندك معلومه كم له السوق الحلبه ذا له مئات السنين انت اخذت المهره من أنا لسه جديد هذا من مهرتهم من زمان نعم طيب بشوف السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال؟ الحمد لله قالوا إنك أنت صاحب أيوه نعم ورثتوها من متى يا حجي؟ قال أنا مين عاد إحنا سعديها
صغار من أجدادنا وأجدادنا وأجدادنا وعدو فوق الجملة. ما كانش الحبوب هكذا بشكل عام، كانت الحبوب يعني طرابيل كبار. طرابيل كبار. يبتاع من طرف واحد يعني يوزع السوق كله. يعني ما بتحصلوش أي منافسة بالنسبة للسوق الخارجية مثلا وأنتوا في سوق صنعاء القديمة؟ يعني أنتوا معزولين عن العالم، أنا معزولين عن صنعاء مثلا اللي خارج. هنا عندنا هي الحضارة القديمة منذ القدم. هذيك هي جديدة كلها يعني بنحصل يعني فرق، لكن هنا الأصل. ما تفكروش ابدا انكم مثلا تروحوا برا خارج السوق خارج صنعاء القديمه. عادي نتطور مع العصر، هذا نفكر فيه نتطور مع العصر، لكن هنا هو الاساس. هذا الاساس، هذا الحب الاصلي. لان اصحاب صنعاء يعني والناس الكبار القديمين متعكدين بهذا السوق لامتياز للجوده الذي فيه للناس الذي فيه. يعني زبائنكم القدامى لحد الان وما زالوا موجودين. موجودين وجداد وهذا، لكن مش بشكل ما كان اول. عراقة وحضارة مشاهدين الكرام، وأهلها أبوا ألا يسيبوا هذه المهنة. أهلا بكم مشاهدين الكرام، نحن الآن ننتقل إلى سوق النحاس. نرى هنا أشكالا هلالية وأشكالا قديمة جدا تعبر عن عراقة هذه النحاسيات. سلام الله عليكم. حياكم الله. هنا هنا يا كيف الحال؟ الله يعافيك. كيف حالك؟ أشوف عندك أشياء كثيرة وقديمة، اشرح لي إيش بيستخدموها؟ الهلال هذه نادرا ما نشوفها. لا هذا شيء معروف اللي يستخدم للمساجد. هاي يعني هلال المساجد. بيقوي أخذها منها؟ كثير جدا. عندنا أشياء للولاد للعراس. هذه اللي يحطوها فيها كذا هذا الشكل تستخدم في المناسبات. يعني ممكن في المناسبات، ممكن في الأعراس، في الولاد، في الأعراس، في المناسبات، في الأعياد. وهذه المبخرة، أي مبخرة الأعياد، المناسبات، الولاد. أي في موجود. تعبى مع الورد وبعدين يرشوا على الحاضرين. في اشخاص بيقولوا في اسماء غريبه زي المعشره وما معشره، ايش المعشره بالضبط؟ المعشره اللي تقعد توصل المجلس للمداعة والبوري الصحن الكبير. هذه المعشره بتستخدم لحد الان؟ لحد الان تستخدم. يعني سعر ممكن في حدود 10,000. نحاس اصلي. هذا نحاس اصلي. شغل يدوي وحفر. السوق الجديد، سوق النحاس القديم أكثر من 50 سنة. كان يوجد عندنا سوق نحاس قديم، صنعة قديمة، سوق كامل يسمى النحاس، في جميع المشغولات النحاسية يمنية قديمة. بعدين تغيرت الظروف فأصبحوا الناس تركوا الحرفة واتجهوا لأشياء أخرى غير. طيب أنت الحرفة الآن كم تشتغل فيها وهل توارثتها مثلا؟ والله الحرفة هذه ما يقرب 40 سنة. ما شاء الله، يعني من الآباء الأجداد، يعني سلالة واحدة. ما بتواجهوش مثلا أنكم تشتوا مثلا الأسواق الخارجية بتعتمدوا عليها أكثر من صنعاء القديمة؟ الناس يقول لك صنعاء القديمة معزولة عن صنعاء. صنعاء القديمة تعتبر المركز الرئيسي سواء لليمنيين أو للسياح وخاصة الأجانب، يعني مركز تسوق ممتاز جدا. وأقبل اليمنيين على هذه الأشياء كبير؟ بالأول كان ممتاز كثير جدا، اليمنيين أو الأجانب أو حتى العرب المقيمين. أنا أسأل على اليمنيين بشكل خاص. اليمنيين الآن يعني السوق قليل جدا، بس قبل فترة كان كثير جدا. لا يمكن يعني بيت يمني إلا موجود فيه معشرة ومراسم ومبخرة، هذه الأشياء تعتبر مقتنيات في البيت اليمني. What do you think about? Today we came morning, so still we are watching. Yeah. We saw masjid, we prayed. From the first view, from the first view that you see in Sana'a, and all Sana'a, what do you think about it? It is a nice place to see all bazaars.
Very good climate here. Good. Very good climate. So good, yeah. Yeah, we liked it. Yeah, we came first time. First time. Again and again. Okay. Okay, thank you so much. نحن الآن أعزائنا المشاهدين، ما يسمى هذا السوق؟ هذا سوق العنب. سوق العنب. أيوه، سوق المدر، سوق العنب والمدر. سوق العنب والمدر. المدر سوق المقالي. العنب هذا نازل. أيوه، هذا سوق سوق المدر، المقالي، المباخر، المقالي، المدر. أنت صاحب المحل؟ أيوه. طيب قل لي، كم لك تشتغل في هذا المحل؟ والله أنا 15 سنة. 15 سنة. من أيام الوالد والجد. طيب قل لي، هنا الناس مثلا اليمنيين بيقبلوا على هذه الأشياء؟ نعم. أكثر من الأول؟ أكثر. وأنا خفت؟ لا أخف أخف، لأنه مع الأزمات مع هذا أقل. هذا اللي بيدك الآن إيش تستخدم؟ هذا تستخدم للماء. للماء؟ نعم. يبلوها يومين عمد ما تترسخ التراء، بعدها يشربوا الماء من ساعة ثلاجة. لأنه من أول الأولين ما كان بيشرب ثلاجات. لو ما ذا الحين ما بتسموه؟ مدر. هذا مدر. مدرة؟ هذا جرة. هذا جرة. هذا الجرة. وهذا الحرض. هذا المدر. هذا ليش تستخدمه؟ هذا للسلدة، للبول، للبرعي، للحلبة. ايش الفرق بينه وبين الدستر العادي؟ هذا اللي قطع. هذا اي، وبعدها تحتفظ بالحرارة. كمل هذا الاستي كمل ما بيش ربع ساعة. هذا لا ما بس ساعة، ساعة ونص، ساعتين هو حامي. بعد الأولين ما يسلدوا إلا بالمدرة هذا وسلدة الصنعانية. تواجهوش أي صعوبات مثلا؟ ما تتمنوش أنكم تخرجوا للسوق الخارجي؟ والله مع المستقبل نفكر بروح هناك، بس سوق الملح قدوه يعني صنعة القديم أحسن مكان، لأنه ما منتح لها هنا السوق. لو احتفقنا نفتح خارج نرع عمر، بس أنا ما بنقرع. أهل الصنعانية. أيوة، هيا إن شاء الله. شكرا جزيلا. وهؤلاء ما هن؟ هؤلاء مخابز، مخابز للقمة. طيب هذه اللي بتعملوا فيها الخبز؟ ايوه، هذا اللي يدفع الخبز. ايش بتسموا الخبز؟ لقمة. لقمة ملوجة. ملوجة ولا لا؟ هذا الملوجة الكبيرة. هذه ما تسبرش بهذا، باليد. وهذا اللقمة الخبزة بهذا. الملوجة هذا الأولات، هذا الأولات. لا ما دعنا ما بناكل لا ما ناول الصغار. أيوة طعم الأولات. بس ما عبش الجدات ولا هذا، ما عاد استرنش قدن يعني كبر في السن، تدفع له شيء وحرقه ولا ما هذا ما عاد استرن حق هذا الأيام مع السن. أنا شوفكم الآن في جرا حطيتوا عليها زي الأزين. هذا يعني تطور، بدل لانه بدل الحين بانيقين ما عاد عيب علش بالملعقه هذيك القديمه. قالوا لا بالقلص هكذا مز ويشرب، ولا من الاولين كانوا يضربوا هكذا ويشربوا. لا احنا ايوه الوقت الحاضر ما عنش الا بالقطاره. ايوه جوالنا في صنعاء القديمة، أبينا إلى أن ندخل أحد بيوت هذا المكان التاريخي القديم لنعرف تفاصيل أكثر. وما كانت أم محمد إلا المرحبة، فتفاجأنا وجئنا في وقت الغداء وشاهدنا ما هو كل ما هو لذيذ وكل ما هو شهي كما تشاهدون مشاهدينا الكرام. أم محمد، سلام عليكم. عليكم السلام. ايش تسألك عن بعض العادات والتقاليد في صنعاء القديمة واشهر المأكولات؟ انا اشوف الان السفرة ما شاء الله على اتساع الغرفة، اشرحي لي ايش ابرز الاكلات اللي بتاكلها في صنعاء القديمة؟ هذا الشوت. شفوت؟ ايوه، لبن ولحم. ايوه، حقيل وزبادي. وهذا تمتصح. ايوه، ملكة السفرة. أيوة. كيف تعملوها يا محمد؟
على بيض ودقيق وسام، وبعدين لو ما قدروا ناس يفعلوا العسل. هو انتم دائما يعني وقت الغداء ولا مثلا ايش ابرز المناسبات اللي مثلا؟ على مناسبات كبيره، على في العراس وفي ذي يفعلوا بنت الصحن هذه. بنت الصحن؟ ايوه. المناسبات الكبيره؟ المناسبات الكبيره. والعائله ايوه ايوه، يوم الجمعه نفعل هذا بنت الصحن. دائما بنت الصحن؟ ايوه. وهذاك الحاجات والكل. العسل يفعله فوق البنت الصح. هذاك سوسي. سوسي. أي. عند الصينيين اسمه حاجة اسمه شوسي. أول ما تقولي الجماعة نفعلك سوسي ما عرفت إيش شوسي. شرحي لي إيش شوسي. سوسي يفعله خبز وبيض وسام وقليل الملح. قليل الملح. أيه. وشطة وقحطة. عملية الطهي نفسها. خبز عادي. خبز عادي. أيه. يذرحوه ويحموه المقلاة وينضجوه. شوف انه معظم الطبخات الان موجوده في المدر الاسود هذا، ايش مثلا ما تعمل؟ يخلي حامي، يخلي حامي ما يبردش مساعده. واطعام ولا يقع احلى؟ احلى. آه. طيب واللي موجود هناك شوف هذاك حلبه، هذاك الحلبه السلته. السلته ايوه. وهذاك ايش مضمون؟ انا شوف في حاجه خضراء، ايش موجود؟ على مرق بقري و... ايوه هذا بتاخذه مع الخبز. ايوه مع الخبز. وهذا يعني بس بس لحد يشتي قصقص بس بس قصقص والله عادي يعني. ايوه. وشوف هناك العصيد انتم بتعملوا مع ايش؟ عصيد على مرق بقري. على مرق بقري فقط؟ أيوة. ولا حد يشتي على حليب ولا مضيد ولا ما كان يفعل. اي ولا والصحن اللي بعد هناك هذاك فتت يفعلوه على عسل. فتت ايش يسموها؟ فتت اي فحسه خبز. ايوه خبز على سب بعدها يفعلوا لها عسل وياكلوها. نعرف انه في بعض المناطق في اليمن في ناس بتبدا بتحلي زي ما يقولوا، مثلا بتبدا في بنت الصحن، وفي بعض مناطق اخرى بتحلي في النهايه على الرغبه. على حسب اي ولا حد يشتي يفعلها من بعد الغداء يفعلها، والذي يشتي يبدا بها بعد الشغل. لن اطيل عليكم الحديث مشاهدينا، فمثل ما يقولون لا كلام على طعام. نعود. مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم التي طلعنا من خلالها على عبق وتاريخ صنعاء القديمة التي لطالما أمتعتنا بتاريخها وبأدق تفاصيلها. أصل وإياكم إلى نهاية هذه الفقرة وإلى اللقاء.